بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أصدقائي، فيديو جديد عمل CO2 نباتات حوض السمك. جبت إزازة 2.5 لتر وإزازة لتر، كل واحدة فيها مية 3/4. جبت كيس خميرة فورية وضفناها وهنقلب مع بعض. جبت 200 جرام سكر لكل 1 لتر تبع احتياجك للحوض. انا حوض كبير، لكل لتر مية 100 جرام سكر. جبت 200 جرام سكر، هنضيفهم مع بعض زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم. وبعد ما نضيفهم نقلبهم تقليبة بسيطة. هقفل الفيديو وارجع لكم انزل السكر. ضفت السكر وقفلت بغطا محكم وهنقلب السكر. لو سيبنا شوية في قاع الإزازة مش مشكلة. نضيف الخميرة مع بعض. النظام ده عشان CO2 يطلع لازم 2 ساعة، مش زي البيكربونات والملح الليمون. ورجعت لكم أصدقائي بعد 2 ساعة، الخميرة زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم عملت فقاقيع، وهنفتح مع بعض الإزازة اللي فيها السكر والخميرة زي ما احنا شفنا مع بعض. وآدي المحبس اللي احنا قلنا عليه، والإزازة اللي هي فيها المية هنفتح مع بعض سنة سنة.
زي ما انتوا شايفين طلعت كتير. احنا هنقلل زي ما انتوا شايفين، هنقلل فقاعتين في الثانية تبع الحوض بتاع حضراتكم. انا بالنسبة لي الحوض عندي كده مناسب ليا. زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم الغاز، قدام حضراتكم. انا ممكن اقلل سنة كمان، عبوة زي اللي احنا عملناها مع بعض ممكن تكفي اسبوعين.